بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. وازاي نخلي السنه دايما 365 يوم؟ ده سؤال كان وصل على اليوتيوب تشانل. لو انا بطرح تاريخين الفرق ما بينهم سنه، احيانا هحصل على 366 واحيانا هحصل على 365، لان احيانا بتبقى السنه كبيسه. ازاي نخليها دايما 365؟ لو هي سنه واحده فانا عندي فانكشن بسيطه خالص اسمها داي 360 دايز 360. هاخد الستارت ديت وبعدين الاند ديت وهضيف عليهم 5. في الحاله دي هتفضل داي، طبعا هحول ده لجنرال، تفضل دايما 365. طب لو هما تاريخين انا ما اعرفش بينهم كام سنه، يعني لو خدنا 1/1/2000 لغايه 1/1/2008، دول لو طرحتهم من بعض بالطريقه العاديه هحصل على رقم. الرقم ده في 366 ثلاث مرات، انا عايزه لا دايما 365. هعمل ايه؟ هستخدم دايز 360، هدي له ستار ديت والاند ديت، وهقسم الناتج على 360، وبعدين كل الكلام ده هضربه في 5، وبعدين هجمع عليه دايز 360 ستار ديت ended، وبعدين احول الرقم لجنرال. لو خدتوا بالكم من الفرق، اللي قسمنا باختصار، لو قسمنا الرقم ده على 365 هيدينا، سوري، على 365 هيدينا 8 بالظبط، اللي هي 8 مرات 865. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.